الإيراب بعد كورونا، واش كاين شي تغيير حول المفاهيم ديال الإيراب بعد كورونا وجائحة كورونا؟ لا بالعكس، نفس المفاهيم، نفس التصورات، نفس العقائد ونفس الأساليب، بل تزداد خطورة بعد كورونا. فين تتجلد الخطورة؟ خطورة هو المدى الذي يتخذه الآن الإيراب، يعني المناطق التي تمدد إليها. كان من قبل في العراق وسوريا، الآن يجتاح غالبية الدول الإفريقية، منطقة الساحل والصحراء، ويمتد إلى جنوب القارة الإفريقية. المغرب نجح في اجتثاث مجموعة من الخلايا النائمة والسرية في قضية الإرهاب، يعني هذا الشيء علاش يرجع؟ ترجع لدى عوامل، ولكن العامل الرئيسي هو الخطة الأمنية المحكمة والضربات السباقية اللي وجهها المغرب للأجهزة الأمنية، للتنظيمات الإرهابية، والخبرة اللي راكمتها الأجهزة الأمنية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية ومع مخططاتها. إذن هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو غالبا كنت نغفلوه، هو أن الإرهابيين ما لقاوش في المجتمع المغربي حاضنة اجتماعية، يعني منبوذين بسهولة كيتم ضبطهم، والمجتمع كينبدو وحنا شنا عدد ديال الأسر رفضوا يتسلموا جثث ديال الانفجاريين ديالهم. هذا أهم حاجة اللي ما كايناش في مجتمعات أخرى. المجتمع المغربي ينبذ الإرهاب ماشي فقط فكرا ولكن أيضا ممارسة. الجانب الآخر اللي ركز عليه المغرب هو الحقل الديني، إعادة هيكلة الحقل الديني، وهنا جفف لهم المنابر، يعني أغلق عليهم المنافذ اللي كيتسربوا منها إلى المجتمع، وخاصة المنابر ديال الخطبة ديال المساجد، أيضا المنشورات التي كانت ينشرونها. إذن هذا توقف. إذن هذه خطة مهمة. الجانب الآخر اللي أيضا هو التنسيق الأمني اللي كاين بين المغرب وبين الدول الأخرى في محاربة الإرهاب، والتكتل اللي دخل ليه المغرب هو عضو مهم فيه ديال التكتل ضد الإرهاب. هضرت على التنسيق الأمني اللي كاين بين المغرب وبعض الدول الأوروبية. التنسيق هو أنقذت بعض الدول الأوروبية من مجموعة من العمليات اللي كانت تتم في هذه الدول هذه. بالفعل هذا ترجع كما قلت التجربة والخبرة اللي راكمتها الأجهزة الأمنية، وأيضا التتبع اللي كان من بداية تفكيك الخلايا الإرهابية لكل عناصر التحرك ديالها، الارتباطات ديالها، وصبح عند الأجهزة الأمنية بنك معلومات لا يهم فقط الإرهابيين ديال المغرب ولكن يهم كل الإرهابيين اللي كاين في العالم والتحركات ديالهم. وهذا اللي كيسهل على الأجهزة الأمنية أنها تكتشف المخططات الإرهابية وتفشلها، بل تخبر الدول الأخرى اللي هي مستهدفة. وهذا ترجع كما قلت للخبرة والكفاءة ديال الأجهزة الأمنية اللي ماشي غير احنا غادي نعترفوا، بل كنعترف بها كل الدول خاصة الدول الأوروبية اللي هي كانت ضحايا ديال التنظيمات الإرهابية ومخططاتها.